êtes sur les ondes de 90.9. السلام ومرحبا بكل من يتابع فينا ويسمع فينا على موجات 99 FM موجات صوت المناجم في برنامج الطريق إلى البرلمان، البرنامج اللي تعودتوا به تواطيلة الحملة الانتخابية الانتخابات التشريعية بدائرة قفصة. القائمة الأولى اللي حضر معنا لليوم السيد الياس قوادر على القائمة المستقلة. الناس كل عسلام، مرحبا سي الياس. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك سي الياس، كان تعرفنا بسيادتك وتعرفنا بأعضاء القائمة اللي معك. تفضل. نعم سيدي، شكرا على الاستضافة. الياس بن صالح قوادر رئيس القائمة الانتخابية الناس الكل عددها 64. نرحب بكم وأنا تحت أمر كل الناخبين إن شاء الله. مشكور سي الياس، كان تعرفنا بسيادتك وتعرفنا بعض القائمة اللي معك. بالنسبة لي أنا محامي لدى التعقيب، حاصل على دكتوراه مرحلة ثالثة وكذلك حاصل على شهادة في التاريخ. بالنسبة للأعضاء بقية الأعضاء هم كلهم أيضا مجازون، وللأسف هم أيضا كلهم عاطلين عن الشغل منذ تخرجهم. ابتسام شكري حائزة على الماجستير في الفيزياء، يامن حاصل على يعني دبلوم مهني، حسن كذلك حاصل على دبلوم مهني، عائدة حاصلة على إجازة في الإعلامية، هنا محامية، وسامي كذلك مجاز في الحقوق. ومع للأسف كذلك أقول بأنه جميع أعضاء هذه القائمة، وأنا تعمدت ذلك حتى يوصلوا أصواتهم ويوصلوا الحالة اللي هم عليها، يعني منذ أكثر من 10 سنوات أقل واحد فيهم حاصل على يعني شهائد علمية عليا، إلا أنه للأسف إلى حد الآن عاطلين عن العمل. واضح سي الياس، شنو وجدت به القائمة بمعناها بالأعضاء القائمة الموجودين، وانت ركزت على أنهم معطلين على العمل، بمعنى أنه معناها أنت ركزت على فئة معينة. هل القائمة وبرنامجها الانتخابي مركز على الفئة؟ أكيد هو في حقيقة الأمر، بالرغم من العديد المشاغل اللي تعاني منها الجهة، أهمها يعني قطاع العمل والبطالة اللي يعني في حقيقة الأمر ضاربة نابها بين صفوف شباننا وخريجي جامعات عليا، يعني للأسف نشوفوهم يعني حتى نتقدم بهم العمر وما زالوا إلى حد الآن ما تحصلوش على عمل. أنا بالأساس كان الهدف متاعي هو مراعاة هذا الشباب، ومن بينهم شقيقي كذلك، يعني هو في حقيقة الأمر من بين صفوف ومئات الشباب اللي في قفصة، مع العلم أنه آخر إحصاء بالنسبة لمعهد الإحصاء قدر وحدد نسبة 15.3% من جملة العاطلين عن العمل في تونس، وهي أعلى نسبة، من بينها 24 فاصل كذلك من بين حاملية شهادة العليا. يعني مش معقول إذا كان جهة كاملة تعاني شبابها من البطالة في صفوف خريجيها الجامعات، فما بالك بغير المتحصلين على شهادة. يعني واضح سي الياس. سي الياس، كيف نقوله تشغيل، نقوله معناها نقوله استثمار. أكيد. وكيف نقوله استثمار، نقوله قفصة اللي تحسن اقتصادي على جميع الأصعدة والمستويات. اللي تعرف على قفصة في معناها في السنوات الأخيرة هو الجو المشحون أو الجو الاجتماعي هذا المشحون. شو اللي خلى الجو مشحون في جهتنا وديما طيلة 60 سنة منذ الاستقلال، يعني تونس واللي ساهموا فيها وابناء الجهة يعني استقلال تونس، إلا أنه ظلت هذه المنطقة دائما في يعني في جو مشحون ومتكهر بينها وبين السلطات اللي تشد البلاد عموما منذ أكثر من 60 سنة. الشيء يخلي هذا هو الإقصاء وتعمد إقصاء يعني أبناء الجهة في على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات، بدليل كما قلت لك أنا قايمتي فيها يعني 6 أعضاء أخرين يعني خريجي جامعة وعطلين العمل أكثر من 10 سنوات. إيش معنى؟ هل أنه في جهات أخرى نفس المعاملة؟ أكيد، وما نعتقدش أنا أنه نفس المعاملة تصير الشباب في جهات أخرى على غرار شبابنا إحنا اللي هنا في قفص. واضح سيدي. أسأل هنا شنو الحلول اللي تقترحوها؟ الحلول أي. على الأقل هناك على ما أعتقد يعني على ما وصل إلى مسامع أنه هناك حوالي 120 مشروع معطل برفوف يعني وخزائن الولاية، وما حبتش يعني الولاية بمسؤوليها، ونتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام، أنه ما عطوش تأشيرات لهذه المشاريع. 120 مشروع يعني يشغل ويستوعب جميع اليد العامل الموجودة في الجهة، علاش لا؟ هي سلسة العملية هي صارت في إطار المشاريع المعطلة في جهة قفصة والاجتماعات الوزارية، واللي تعرف اللي قراراتها ما تطبقتش لحد الآن. إلى حد الآن كل سنة نحن اجتماع
وزاري ومضيق على مدينة قفصة، سي مع وزاري مغلق على ولاية قفصة، إلا أنه حبر على ورق ما شفنا حد شيء منذ أكثر من 60 سنة. لهنا سيرياس المشاريع هذه بقت حبر على ورق. سيرياس قوادر إذا كان شوفوك تحت قبة البرلمان شنو باش تعمل مع الملفات هذه؟ بالنسبة لي أنا شخصيا أنا لست وأنا يعني أنا أخاطب أستاذ محامي أنا أكيد متضلع في القانون ويعرف أكيد لكن الضروع في القانون هذا لا يعني أنه تحقيق المكاسب طالما أنه يكون نائب وحده بدون متابعة. أنا ندعو ناخبين في مدينة قفصة وفي ولاية قفصة كلها بمعتمدياتها راهو ننتخبوا نائب يلزمنا نتابعوه يلزمنا نراقبوه يلزمنا نحاسبوه في حال إذا كان ما يعني ما توصلش وإلا ما قدرش باش يحقق الأدنى للجهة ويطالب بالأدنى للجهة. مش وكا هو انتخبنا نائب في البرلمان انتهى الموضوع مشى لتونس قعد غادي نشوفوه إن شاء الله بعد 5 سنوات الجاية، لا يلزمنا نتابعوه. هي رؤساء وتنحت رؤساء وأسقطها الشعوب، فما بالك بنائب نائب على جهته وما خدم جهته يزينا فلانيز في البركة ما عادش نعاودوا من الأخطاء اللي صارت قبل ما عادش نعاودوها نحاولوا نجاوزوها ونتفادوها. وأنا أدعو الناخبين أنهم ربي يختاروا النواب اللي يستاهلوا باش يوصلوا ويبلغوا أصواتهم ويجيبوا لهم طلباتهم ويصروا على طلباتهم ويحقوا لهم على الأقل جزء من هذه الطلبات. أنا في كل حالات مانيش يعني طالب شهرة أو طالب مناصب أو طامع في أي حاجة، أنا حاجة واحدة أني غيظتني الجهة ونحب نبلغ أصوات أبناء الجهة اللي أنا واحد منهم باش على الأقل نحقوا بعض المطالب وبعض المكاسب لجهتنا على جميع الأصعدة. رانا معنا حتى شيء جملة من النقائص وعديد من النقائص اللي تعاني منها الجهة. سيد ياسر قوادر قلت حاجة مهمة ياسر انه نائب الفرد معناها لازمتها المتابعة. الاهلي سيد ياسر تحت قبة البرلمان في مصادقة على قوانين ولا على مشاريع مثلا للجهة لازم تكون كتلة موجودة معناها باش تدعم الفكرة ولا تدعم المشروع. سيد ياسر قوادر كي نشوفوك تحت قبة البرلمان انا رأيي نشوفوك أنا رأي سمحني سيد ياسر نشوفوك في كتلة يمينية وسطية ولا يسارية. انا كتلة قفصية لا أكثر ولا أقل مهما كانت التوجهات. أنا لغايتي ومهمتي أني نطالب بكل ما هو مستحق لهذه الجهة على جميع الأصعد اقتصاديا سياسيا اجتماعيا فلاحيا زراعة كل شيء تعليميا صحيا. هذا اللي طالب به الجهة قفصة مهما كانت التوجهات ومهما كانت الأفكار وباختلاف. سيد ياس وانت معناها محامي ومباشر للمهنة نعم. شفنا في تقريبا في السنوات الأخيرة وحتى في 3 شهور الأخيرة معناها 3 حالات قتل في ولاية قفصة. شفنا حالات متاع عنف لبراكاج المشاكل هذه كثرت أكيد. في قفصة قيمة الناس الكل اليوم معناها هل حلت الظواهر هذه الطارئة على جهة قفصة وشنية الحلول زادة اللي تقترحوها بالنسبة قائمة الناس الكل؟ وأنا أترأس هذه القائمة كما قلت أنها هي تسعى دائما وسنحاول أن نسعى لحل هذه المشاكل الاجتماعية وهذه الظواهر الاجتماعية. أنا دائما أربط هذه الظواهر وهذه المشاكل الاجتماعية بالظواهر والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الجهة. كما قلنا منذ قليل جل شبابنا يعاني من البطالة وشملت يعني حاملي الشهادات العليا وخريجي جامعات، فما بالك بالذين لم يحصلوا على شهادات وليس لديهم أي عمل، فبالتالي وبالضرورة فإنهم سيشملهم الحرمان والضياع وكل هذه الآفات الاجتماعية مما يجعلهم عرضة يعني الجرائم وعرضة لاستهلاك المخدرات وعرضة لكل الآفات الاجتماعية الأخرى. يعني نحن نحاول بكونه على الأقل الأجهزة المتواجدة حاليا على الأقل حتى على مستوى المحاكم كما ترى وكما تسمع على أعتقد أنه نقص كبير في الكادر القضائي بالمحاكم في قفصة حتى أنه يعني قضية تبقى بالثلاث وبالأربع سنوات وهي بسيطة جدا يعني تعطل حتى أنه قضية باش تظهر حق لشخص على حساب شخص آخر تبقى 4 سنوات فإنه يقع هناك توتر ربما
ربما يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، كما قلت أنت تو مثلا جرائم ولا اعتداءات بالعنف وإلى غير ذلك. يعني نحن راجين من على الأقل من الجهة هذه في مسألة العدل والعدالة وتحقيق العدل والعدالة، حتى أنه ربما لا ولما لا نبعث حتى بعض المحاكم النواحي في بعض الجهات الأخرى البعيدة، لا لشيء إلا لتقريب الخدمات على الأقل. يعني مشوا بصورتها العكسية اللي هي ربما عقابية ولا غير ذلك، إنما هي لا نستحقها حتى في تطليع أوراق. مش معقول واحد من بالخير يهبط القفصة باش يطلع الشهادة في ثبوت جنسية من محكمة الناحية بقفصة، يعني ويزيد أرجع غدوة ولا أرجع بعد غدوة ولا أرجع الأسبوع الجاي. على الأقل هناك منطقة كاملة من بالخير لقطارة يجب يركزوا فيها محكمة ناحية، كذلك هو شأن بالنسبة للسند، يعني تغطي قفصة شمالية وما جاورها. يعني ثم عديد النقائص في جميع الميادين وفي جميع المؤسسات الدولة شبه غائبة في هذه الجهة صراحة. يعني سيدي ياسر قوادر قيمة الناس كلها، كنت سيادتك مش نعقب على كلامك في نقطة العنف، وكنت قلت انه معناها عدم وجود شغل او الحرمان من حق الشغل معناها ينجم يؤدي ويضخم الظواهر هذه. سيدي ياسر قوادر، الفلاحة رافد من روافد التنمية اللي تنجم تكون خط ثاني اليوم في الجهة، ومعناه ونشوفه في المشاريع الموجودة في الانتصاب الحساب الخاص في قفصة الشمالية وفي سيدي عيش وغيره. اللي هنا سيدي ياسر المواطن الفلاح يسأل، هل الفلاحة من غير ماء ما تجيش؟ معقول. بالنسبة لقائمة الناس كل، ما هي الحلول اللي تقترحوها لحل أزمة المياه اللي طالت القاسي والداني في برج العكارمة على سبيل المثال؟ معقول. يبقى الماء مقصوص عليهم بالأشهرة، مش بالأيام ولا بالأسابيع، بالشهرين يبقى الماء مقصوص، يرجع لسويعات قليلة ويرجع قص. معقول. لهنا ما هي الحلول اللي تقترحها سيدي ياس؟ قائمة الناس الكل وهي قائمة انتخابية مستقلة وعددها 64 قد اقترحت في برنامجها الانتخابي هذا الموضوع، وهو موضوع حساس جدا، وهي مسألة المياه وفي الجهة. كما تعلم أنه حتى في قفصة المدينة ينقصها الماء ويقص عليها الماء بعدة أيام، مش بنهار ومش باثنين وحتى بالأكثر من الأيام من 3 و4 أيام، هذا مش معقول. فما بالك بجهات أخرى بعيدة عن المركز. يعني في حقيقة الأمر أنه جميع الجهات ومعتمديات الولاية تعاني من نقص شديد في المياه الصالحة للشرب، فناهيك عن المياه الصالحة للزراعة. يعني شنو السبب؟ على ما أعتقد أن شركة فوسفات قفصة هي من تتحمل مسؤولية، باعتبار أنه قد نضبت المائدة المائية بالجهة لاستخراجها واستعمالها في غسل الفوسفات. هذا جانب اقتصادي، إلا أنه أثر على جانب آخر. احنا مناش ضد، لكن لازم تكون عملية مدروسة ومتوازنة حتى لا نحرم قطاع على قطاع آخر، حتى لا نحرم مواطني الجهة من المياه الصالحة للشرب. بالنسبة للمناطق الفلاحية، يعني هناك رقابة صارمة على حفر الأبار من بطريقة عشوائية، وفي حقيقة الأمر زاد راهو ما عندهمش حل. إذا كانوا أنا عندي قطعة أرض فلاح صغير، يعني ما نجمش أنا باش نحفر آبار ارتوازية ولا عميقة، يعني يلزمني كان نحفر بئر سطحية فمش ما يعني يحرك شوية الفلاحة حتى بسيطة مع عشية ده بتغطية حاجياته. من ناحية أخرى بالنسبة لمنطقة سيدي عيش مثلا ولا معتمدية سيدي عيش، هي منطقة فلاحية بامتياز، حتى أنه منتوجها أصبح يعني مساهم في اقتصاد الدولة، إلا أنه في حقيقة الأمر كي نمشوا المعتمدين سيدي عيش يعني تبقى حائر، هل أنه هذه مدينة تخرج في يعني أموال طائلة ولا لا؟ حتى فرع بنك الفلاحة نقوله أنه مطابق الاسم مش موجود، البريدنا ناقص، البنية التحتية لا أراك الله، مستشفى ما فيش حتى خدمات، يعني استهتار تام من الدولة في سياسة قدر. شنو هي الحلول اللي تقترحوها في القائمة المستقلة للناس كل؟ قائمة الناس كلها تقترح يعني العيش الكريم باش بتوفير الحلول بسيطة على الأقل، يعني مثل في توفير الشغل وتوفير اليد العاملة لمواطني الجهة، في توفير مراكز صحية يعني تنأى بوضعية المريض بمنطقتنا، خاصة أنه يتعرض للبيئة سيئة وبيئة ملوثة في جهتنا تثبت فيها هالمصانع هذه الكيميائية، ومع النشو نمشو نداو. يعني على الأقل كي تعمل لي مضار، عمل لي على الأقل سبيطار، على الأقل يتماشى وحالتنا، رانا بشر. هذا هل أنه
بالله عليك تو هذا السبيطار نتاع قفصة اللي هو نتاع 100,000 ساكن ولا 250,000 ساكن بما فيها معتمدية القصر اللي ما فيهاش مستشفى حتى محلي كل معتمدية الأخرى واللي تعد حوالي 50,000 ساكن ما فيهش مستشفى محلي نجون قفصة لهنا قفصة فيها مستشفى هكا حدو يعني ما يستجيبش يعني 100,000 في قفصة و 50,000 في القصر تقريبا زوز أسر لكل ألف ساكن مثلا مش يمكن سرير لكل 50 مريض يعني حالة ميؤوس منها وحالة مستحيلة عليه يعني نسأل وين المواطنين وين المسؤولين هذا الكل مطروح في هذه الجهة رانا نعانوا من جملة من النقائص نحاولوا نتفادوها لأكثر سيد ياسك ويدر عن قائمة الناس كل تقريبا في 20 ثانية تفضل توجه الأهالينا بقفصة بكلمة أهالينا الكرام بقفصة الناخبين والناخبات أنا طالب دعمكم ومساندتنا لقائمة عدد 64 الناس الكل أنا الأستاذ ياسك ويدر أدعوكم وبشدة لحسن الاختيار وإن شاء الله أنا نكون من ستختارون وشكرا شكرا لك سيدي ياسك ويدر عن قائمة القائمة المستقلة الناس الكل فاصل موسيقى صغير وهنا رجعين